تراس الفريق اول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفه وزير الداخليه اليوم اجتماع مجلس المرور وذلك بحضور سعاده الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربيه والتعليم وسعاده السيد كمال بن احمد وزير المواصلات والاتصالات بالاضافه الى معالي وكيل وزاره الداخليه وسعاده وكيل وزاره الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والرئيس التنفيذي للهيئه العامه للتخطيط والتطوير العمراني وعدد من ممثلي الوزارات والجهات اعضاء المجلس. وقد رحب معالي الوزير باعضاء المجلس مؤكدا ضروره مواصله الجهود المخلصه لتعزيز السلامه المروريه لكافه مستخدمي الطريق فيما عبر سعاده وزير التربيه والتعليم عن تقديره لدور الاداره العامه للمرور وشرطه خدمه المجتمع وتعاونهما في تحقيق الامن والسلامه خاصه مع الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد وقد بدأ مجلس المرور اجتماعه ببحث عدد من الموضوعات المدرجه على جدول الأعمال، واستهلها بمشروع النموذج المتكامل للتنقل واستعمالات الأراضي، والذي طرحته الهيئه العامه للتخطيط والتطوير العمراني، حيث أوضح الإيجاز الذي تم عرضه في هذا الشأن أن النموذج مرتبط باستعمالات الأراضي والبيانات السكانيه وشبكات الطرق، بما يسهم في اتخاذ القرارات التخطيطيه الاستراتيجيه. ووفق الإجاز فإن النموذج يضمن تطبيق سياسات نقل آمنة وتبنى عليه توقعات الحركة المرورية حتى عام 2055. كما تكمن أهميته في تقييم تغييرات استعمالات الأراضي وتحديد احتياجات النقل والطرق المستقبلية وإيجاد حلول للمشكلات المرورية. ويتماشى النموذج مع معطيات المخطط الاستراتيجي والرؤية الاقتصادية ويتبنى سياسات تنقل متوازنة ذات خيارات مرنة تحد من الازدحامات المرورية وقد أشاد معالي وزير الداخلية رئيس المجلس المرور بهذه المبادرة منوها إلى أهمية مراعاة المستوى العالمي في التخطيط وتنفيذ المشاريع بروح الفريق الواحد والعمل المشترك لافتا في الوقت ذاته الى اهميه ان يكون للمشروع انعكاس على المجتمع ومن ذلك الحد من الازدحامات المرورية وتحقيق انسيابية افضل. واشار معاليه الى اهميه تحديد المشاريع الاخرى التي تواكب المشروع وتساعد في انجاحه خاصه وان الوضع المروري يؤثر على السلامه العامه والحياه الاقتصاديه. وأعرب معاليه عن أمله في أن تسير المشاريع معا من حيث التخطيط والتنفيذ بحيث يكون هناك فريق مشترك وكذلك مشاريع مشتركة بعد ذلك اطلع المجلس على مشروع تطوير وتوسعة شارع الفاتح والذي يرفع الطاقة الاستيعابية للشارع إلى 138 ألف سيارة في اليوم ويتضمن أربعة مسارات في كل اتجاه وذلك ضمن تطوير الطرق الاستراتيجية وفي هذا السياق أكد معالي وزير الداخلية رئيس مجلس المرور على أهمية المحافظة على مستوى السلامة المرورية في كل المشاريع. كما بحث المجلس موضوع وضع حواجز للسلامة المرورية على شارع الزلاج، حيث شدد معالي الوزير على تكثيف التواجد المروري وزيادة الكاميرات، وفي الوقت ذاته استخدام حواجز جيدة على الطرق والجسور. تتفق والمعايير الدولية للحفاظ على الأرواح والممتلكات والوقاية من الحوادث. وفي نهايه الاجتماع عرب معالي وزير الداخليه عن شكره وتقديره لاعضاء مجلس المرور على متابعتهم المستمره وجهودهم الممتده لتلبيه متطلبات السلامه المروريه، مشيرا الى اهميه العمل الميداني ومستوى الجاهزيه على مدار الساعه لمراقبه الحركه المروريه والعمل على انسيابها.